السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كلها. إن شاء الله تكونوا أموركم بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية للناس تبع في كل أينما كنتم، تحية للجميع. فيديو اليوم حبيت نتكلم على تركيا، حبيت نتكلم على الأتراك، يعني على حقيقة الشعب التركي. كما قلت لكم في فيديوهات سابقة، لي عشت فترة في تركيا، يعني قعدت تقريبا 8 أو 9 أشهر، 8 أو 9 أشهر في تركيا سامحوني، واكتشفت أشياء يعني في تركيا، وحبيت ننقل يعني تجربتي الخاصة لعلها تكون مفيدة إليكم. المهم، في كلام يدور على الفيسبوك، على اليوتيوب، كل واحد شي يقول على حقيقة الشعب التركي، كيف يتعاملوا مع الناس، هل هم طيبين، هل هم متواضعين، هل هم يعني عنصرين. في كثير من الناس يقولوا الأتراك لي عنصرين، في ناس تقول لا بالعكس، الأتراك ناس طيبين وما فيهمش العنصرية. ما عندناش مكلام هذا كله، مش نتكلم على تجربتي الخاصة عشتها شخصياً في تركيا، يعني ما حكالي على حد وما شفتها في حتى قناة في اليوتيوب أو سمعتها من عند صديق أو إنسان. لا، الحكايات هذه مش نحكيها لكم، يعني عشتها شخصيا، يعني ما حكالي على حد. بالنسبة للأتراك بكل صراحة، الناس اللي تعيش في إسطنبول، الفترة اللي قعدتها في تركيا قعدتها تقريبا في مدينة إسطنبول، فيهم العنصرية بدون أي نقاش، ويقول الكلام هذا يعني شفته وحسيته وجربته يعني بنفسي، ما حكى لي حد. كما قلت لكم الأتراك فيهم عدم حسن الخلق، يعني ما عندهم أخلاق مع الناس، معاملتهم جافة جدا، يعني ما يبتسموا لك إلا إذا كان يكون عندهم مصلحة، هم يحبوا المصالح، يعني يعرفوك إنسان مثلا سائح وعندك الفلوس يبتسموا لك، ولمصلحتهم بالطبع لأنه بيش يستفادوا منك. كما قلت لكم أصواتهم عالية جدا، شديدين الغضب، يعني بسرعة يغضبوا، فيهم العنصرية بكل صراحة 100%، فيهم العنصرية. ولكن ليس كلهم عنصريين، فيهم ناس ما شاء الله محترمين، فيهم ناس ما شاء الله متواضعين، ولكن أنا أتكلم على الأغلبية، أغلبية الشعب كيف يتعاملوا مع الناس، يعني مع الأجانب بالأخص، اللي يتعاملوا مع العرب بالأخص، مع العرب بالأتراك عندهم العنصرية بكل صراحة. الناس اللي تشوف في تركيا في الأفلام وفي المسلسلات، مش كما تركيا، مش كما هذه، مش الحقيقة يعني اللي تشوفوا فيها في التلفزة. في كثير من الناس يتبع منكم يعني المسلسلات التركية والأفلام التركية، مهند ومش عارف أنا لا لا، مش هذه هي تركيا. الأتراك مش كما تشوفوا فيهم في التلفزة، هذه يعني كلام يعني مجربة وعشت معاهم فترة. يعني الأتراك إن شاء الله الناس اللي حابة تمشي لتركيا وحابة يعني تسافر لتركيا، لازم يعرفوا يعني الشيء هذا، اللي الأتراك ما فيهم قلة الاحترام وفيهم العنصرية بالأخص كما قلت لكم العرب. والأتراك يعني يعبدوا المادة، والله هذه حقيقة يا إخوان، يعني ننقلكم. فالأتراك يحبوا المادة بصفة غريبة، كلنا نحب المادة، ما في إنسان في الدنيا ما يحبش الفلوس، ولكن هم بصفة غريبة يا إخوان. وكذلك كل الشعوب فيها العنصرية، حتى في تونس موجودة العنصرية، موجود الراسيزم، موجود الناس متكبرة، في المغرب موجود، في مصر، في الجزائر، كل العالم، في الخليج، ولكن ليس ظاهر يا إخوان، العنصرية ليست ظاهرة، يعني 1 في 1000، يعني نسبة بسيطة وما تظهرش، يعني ما تظهرش إلا حالات معينة. بالنسبة لتركيا راك تشوف العنصرية وظاهرة ظاهرة ظاهرة جدا، كيف يتعاملوا مع الأجانب، بالأخص يعرفوك لي أنت عربي، بالأخص يعرفوك أنت عربي، إلا إذا كان تكون خليجي فهذه حالة تختلف. خليجي تكون عندك الفلوس وباين يعني من طبقة الأغنياء، مش كل الخليجيين على فكرة، إلا في خليجيين ما همش أغنياء، الناس عاديين وبسطاء. الخليجيين الأغنياء شو يعني يشوفوهم يعني من ناحية المادية، يبتسموا لهم، يعني يقدموا لهم خدمات راقية وخدمات ممتازة من أجل يعني المال، من أجل مصالحهم فقط. فالأتراك حسب ما شفت وحسب ما عشت يعني في تركيا فترة، كانت كافية باش نعرف الشعب هذا كيف يعيش وشنو يحب وشنو ما يحبش. فيهم العنصرية، فيهم قلة الاحترام، الحياة لا تطيب مع هذا الشعب. في شباب مثلا من سوريا وهؤلاء اللاجئين، في منهم يشتغل عند الأتراك في المطاعم، بصراحة مستغلينهم، بصراحة يعاملوا فيهم يعني معاملة سيئة، يشتغلوا في عدد ساعات في سامحوني في ساعات طويلة جدا، في 14 12 ساعة وبرواتب زهيدة، إلا من رحم الله، إلا بعض الناس اللي تخاف الله. بالطبع في كل مكان في ناس يعني طيبة وفي ناس مش طيبة، في ناس في تركيا ما شاء الله يعني، ولكن نتكلم دائما على الأغلبية يا ناس.
كرأيي الشخصي وكتجربتي الخاصة ورأيي باش نقوله يعني بكل شفافية وبكل صراحة وبكل يعني حقيقة، الأتراك فيهم العنصرية، والناس اللي مشت لتركيا باش تحرق، والناس الحراقة اللي بيمشوا لتركيا يعرفوا الكلام هذا، يعرفوا كل الناس تشهد بالحقيقة الأتراك في أغلبيتهم فيهم العنصرية. هذا هو الفيديو اليوم، حبيت نشارك معكم تجربة وحبيت نبين يعني الحقيقة كما شفتها وكما عشتها. مانيش باش نسمع كلام حتى حد، مانيش باش نشوف فيديو في اليوتيوب ونقول لكم يعني الكلام هذا، لا هذا كلام شفته، ومانيش باش نظلمهم، هذه حقيقة. وفي ناس تقول اللي الأتراك اللي موجودين في داخل يعني المناطق الداخلية في القرى والأرياف المدن الصغيرة يقولوا، ما شفتش أنا بصراحة، يقولوا اللي هم طيبين ومتواضعين مش كما ناس اسطنبول. الله أعلم، ممكن يكون كلام صحيح. إذا كان واحد من المتابعين عنده تجربة مع الأتراك في المدن الداخلية في القرى الصغيرة ممكن يكتب لي في الكومنت يفيدنا معاه، ولكن أنا أحكيكم على حسب ما شفت في اسطنبول، يعني حسب ما شفت في اسطنبول، في مدينة اسطنبول هي المدينة الكبيرة في تركيا، مش العاصمة على فكرة. في ناس في بالها اسطنبول هي العاصمة، لا العاصمة هي أنقرة، عاصمة تركيا هي أنقرة، اسطنبول هي مدينة في تركيا. غالبا الناس اللي تجي سياحة وتجارة ينزلوا في مطار اسطنبول، وهي المدينة اللي فيها يعني تجارة وفيها المصانع وفيها الحركة، يعني حتى الناس يعني اللي يمشوا الحراقة اللي يمشوا لتركيا غالبا ينزلوا في مطار اسطنبول مش في مطار أنقرة. المهم هذا هذه تجربة أخو حبيت نقولها معاكم، ممكن تكون مفيدة لبعض الناس اللي باش تمشي لتركيا باش يعرفوا الحقيقة، لأن من المهم أنك تمشي لدولة تعرف يعني شعبها كيف يتعامل وشعبها كيف يعيش، هذا مهم جدا يفيد أي مغترب. المهم الناس حابة تمشي تركيا كيما قلت لكم الأتراك راهم فيهم العنصرية، فيهم قلة التعامل، قلة الاحترام قصدي، إلا تكون يعني بفلوسك وعندك برشا فلوس، فهمتني، عندك كثير من المال، ففي الحالة هذه تقدر تشتريهم أنت، يعني يبتسموا لك ويخدموك من اجل المال، لان يعني عارفينك يعني ساكن في فندق راقي، مؤجر سياره راقيه، لباسك باين يعني باين يعني مريش. في هذه الحاله ممكن ما تشوفش الوجه الحقيقي، ولكن الحراقه والناس البسطاء اللي عايشين وضعيات يعني سيئه للاسف في تركيا يعرفوا الشيء هذا في تركيا، وهذا هو. وان شاء الله عجبكم الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش لايك اذا كان عجبكم، وسبسكرايب اشتركوا في القناه اذا كان ما كنتمش مشتركين. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى، متابعيني بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.